وبنبدأ بمشوارنا من بغداد 17 وأبو ظبي 21، تونس 19 وأيلون بالجزائر 19 درجة، وبتنتهي جولتنا بروما 14 وأتينا 18 درجة. وهيدا كان طقسنا لليوم، أما هلأ بترككم تتابعوا آخر أخبارنا. صباح الخير مشاهدينا، اليوم الأحد 9 شباط 2014، حلقة جديدة من برنامج الحدث، بطلع عليكم مباشرة من قناة الجديد في بيروت. كل التحية والمعايدة اليوم لكل اللبنانيين وتحديدا لأبناء الطائفة المارونية بعيد شفيعهم مارون. اليوم جملة من الملفات سنبحث على طاولة الحوار مع ضيفي نائب رئيس مجلس النواب السابق دولة رئيس سليل فرزلي. دولة رئيس، أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة. صباحك أنتم صوتنا لصوتك بتوجه بالتهاني لكل اللبنانيين وخصوصا أبناء الطائفة المارونية بعيد شفيعهم. هناك الكثير من الملفات اليوم، بدنا نحاول الإضاءة على تفاصيل انطلاقا مما ورد منذ قليل في الأخبار وفي المعلومات السياسية، وهي زيارة العماد ميشيل عون للصرح البطريركي، لقاءه البطريرك الراعي، تأكيده من على منبر بكركي، تأييده فقط لوثيقة بكركي، قال هذا اللقاء هو فقط للبحث بهذا الموضوع وللمعايدة. ماذا في هذه الوثيقة؟ إلى أين ممكن أن تفضي وثيقة بكركي في الجمود في الساحة الداخلية اللبنانية؟ انطلاقا من هذا الملف أيضا سنعرج على الملف الحكومي وما يحصل من تداعيات لإعلان التشكيلة الحكومية، الملف الرئاسي والتحضير للانتخابات الرئاسية في لبنان. وبما يتبقى لدينا من وقت، بدنا نحاول كمان هيك نقرأ شوي بتفاصيل جنيف 2، أكان الاجتماعات السابقة أم الاجتماعات المقبلة، وماذا أمام المعارضة والنظام من مرحلة لاحقة. برحب فيك دولة الرئيس في هذه الحلقة، واسمح لي قبل ما نبتدي حوارنا بكل هذه الملفات أن ننتقل والمشاهدين إلى كلارا جحا التي أصبحت جاهزة لتوافينا بموجز لآخر وأهم التطورات، على أن نبدأ حوارنا بعد ذلك. شكرا لك مالك، أهلا بكم. بعد 9 من صباح اليوم وصل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون إلى بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وبعد اللقاء اكتفى عون بالقول إن الزيارة هي لتهنئة الراعي بعيد مار مارون، والكلام بشأن الحكومة انتظروه يوم الثلاثاء بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح. بالمذكرة اللي صدرت عن بكركي واللي من أيدها 100%، ومنتمنى كل الأطراف اللبنانية وخاصة اللي أيدوها نتساعد نحن وياهم على تطبيقها، لأنها بتجسد كل المبادئ يلي قام عليها لبنان، ويلي هي كمان بالوقت نفسه إذا احترمناها بتأمن الاستقرار والاستمرار للوطن والسعادة والازدهار للشعب الوطن. ومنكرر كل سنة وانتم بخير وينعاد عليكم. حديث منه سياسي اليوم فقط يتعلق بالمذكرة وبالعيد. اللي بده يسمع رأينا ينتظرنا نهار الثلاثاء بالتفصيل. ذكر محافظ حمص طلال البرازي لصحيفة الوطن السورية أنه تم خرق الهدنة من قبل المسلحين في المدينة القديمة عبر استهداف مبنى قيادة الشرطة في منطقة الساعة القديمة بعدة قذائف هاون، مضيفا: نحن من جانبنا طلبنا من القادة الميدانيين في حمص الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وعدم الرد لإكمال ترتيبات خروج مدنيين من المدينة القديمة وإيصال مساعدات لمن لا
يرغب بالخروج، وكان وفد الأمم المتحدة خرج في وقت متأخر من ليل أمس من حمص القديمة بدون شاحنات المساعدات الإنسانية التي احتجزها المسلحون. وأعلن محافظ حمص أن فريق الهلال الأحمر وفريق الأمم المتحدة اللذين دخلا حمص القديمة بخير، وأنه تم خروجهما بشكل آمن بعد أن احتجزهم المسلحون لبعض الوقت. هنا أطفال وهنا نساء. شاك روح بين ما توصل يا أخي. يلا روح روح روح. تنطلق غدا الجولة الجديدة من المفاوضات السورية السورية، ومن المرجح أن يصل اليوم إلى جنيف الوفد السوري الرسمي من دون أن يطرأ عليه أي تغيير بحسب ما أكد مصدر في الخارجية السورية لصحيفة الوطن، في حين توقعت مصادر قريبة من وفد الائتلاف حصول بعض التغييرات الشكلية عليه بعد تقييم أجراه السفير الأمريكي روبرت فورد على وفده بحسب الصحيفة، إذ تم التخلي عن بعض العناصر الذين لم يثبتوا أي فاعلية وفقا للمصادر. وكانت طلائع الوفود الإعلامية بدأت بالوصول إلى جنيف لتغطية الجولة الثانية، ولا تتوقع الأمم المتحدة حضور عدد كبير من الإعلاميين مقارنة مع الجولة الأولى، وخصوصا بعد معلومات تم تداولها نقلا عن مصادر أمريكية وروسية أن مسار جنيف قد يستغرق سنتين. شهدت مدينة اسطنبول التركية تظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجا على تجديد قوانين التعامل مع شبكة المعلومات الدولية الإنترنت في تركيا. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين اجتمعوا في ميدان تقسيم بالمدينة، وأطلق المتظاهرون من جانبهم الألعاب النارية على قوات الأمن التركية. وكانت مجموعات عديدة من المعارضة دعت إلى تنظيم مسيرة تحت شعار أوقف الرقابة، كما طالب المتظاهرون عبر مكبرات الصوت باستقالة حكومة رجب طيب أردوغان، إشارة إلى أن البرلمان التركي تبنى الأربعاء الفائت سلسلة تعديلات مثيرة للجدل تعزز مراقبة الدولة على الإنترنت، واعتبرتها المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية بأنها خنق للحرية. أفادت صحيفة جزائرية بأن المخابرات الجزائرية تتعقب 5 عملاء لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية متخفين في صورة رجال أعمال يودون الاستثمار في السوق الجزائرية، حيث قاموا بعشرات الرحلات باتجاه مطار الجزائر العاصمة بهدف استكشاف السوق الجزائرية، لكنهم في الحقيقة كانوا في مهمة جمع معلومات حساسة تخص البلد ونقلها إلى الموساد. وأشار مصدر إلى أن جهاز المخابرات نجح في اكتشاف وجود هؤلاء العملاء وهو بصدد تحديد أماكنهم لتوقيفهم. وربطت الصحيفة وجود عملاء الموساد على أراضيها بالتحضير للانتخابات الرئاسية والتهديدات الأمنية على الحدود وما يحدث في مدينة غرادايا من مواجهات طائفية بين العرب والأبضايين، والتي رجح بعض الخبراء أن تكون لجهات أجنبية يد فيها. نفى رئيس بلدية بريتال عباس إسماعيل لمندوبنا في بعلبك أن ما أوردناه بالأمس عن أن الخاطف كان موجودا في محيط بلدة بريتال، مؤكدا على أن بريتال بعيدة عن هذا الموضوع وأن المخطوف كان على مفرق بلدة إيعات دير الأحمر. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز، عودة إلى الزميل مالك الشريف وبرنامج الحدث. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي دولة رئيس سليل فرزلي. دولة رئيس بدي ترحب فيك في هذه الحلقة. البداية من بكركي، أصدرت بكركي وثيقة أجمع الكل على اعتبار أنها وتحديدا الأفرقاء الموارنة منهم وكذلك المسيحيين على أنها أساس يمكن الانطلاق منه لبناء مرحلة جديدة، لتأسيس على مرحلة من التوافق في المرحلة المقبلة. اليوم ماذا في هذه الوثيقة ليبنى عليه؟ طبعا أولا عادة بكركي لا تلجأ إلى مثل هكذا وثائق أو مذكرات، يعني الوثيقة المذكرة التي أتت نتيجة
أوسع مروحة من الاتصالات وأوسع اطلاع على مذكرات عديدة قدمت لها ووضعت بين أيديها من أجل الخروج بخلاصات لها طابع مبدئي استراتيجي، نظرا لأهمية المرحلة التي يمر بها الشرق، ونظرا لأن المنطقة تذهب باتجاه إعادة إنتاج واقع جديد ينتج عنه بناء خرائط سياسية جديدة شبيهة للمرحلة التي سبقت إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، والذي كان للبطرك حويك، والذي يجب على اللبنانيين جميعا أن يتذكروا دائما أن كان لهذا البطرك كرئيس لهذه الطائفة المارونية دور فعال في إعادة إنتاج دولة في تأسيس الكبير. هذه الدولة انطلاقا حتى من إنعيش الذاكرة، لأنه بشعر عند الأجيال الجديدة في كتير ناس هذه الحقيقة ما بيعرفوها، أنه الميل السائد في ذلك الحين عند الأجانب والفرنسيين بالتحديد كان تأكيد الدويلات الطائفية في المنطقة. صحيح. كان في دولة للدروز، دولة للعلويين، دولة للسنة، وأخذوا يحبذون فكرة إنشاء دولة المسيحيين بقيادة الموارني. البطرك الحويك في ذلك الحين وعرض عليه أن يضم وادي النصارى إلى لبنان. صحيح. على قاعدة أنه بصفي المسيحيين في عنده دولة للمسيحيين في هذه المنطقة. صحيح. البطرك الحويك رفض على قاعدة أن لبنان هو وحدة جغرافية كاملة متكاملة، وهلأ بقول لك شو معناتها، لأنه كمان بالعلم التاريخي كثير من الأجيال الجديدة ما بيعرفوش هالحقيقة، أنه لا، نحن نريد لبنان لكي يكون وطن رسالة ولا نريد وطن للمسيحيين في هذه. وعلى هذا الأساس قامت دولة لبنان الكبير عام 1920. بس هي يجب دائما أن نذكر بها لأن مهمة بعدين بنقاشنا بقضايا اللي عم تحدث اليوم باستمرار. ليش قلت لك وحدة تاريخية؟ وحدة جغرافية كاملة. طلع على هالشرق يا أستاذ مالي، كل هالشرق، شف لي دولة مع دولة تانية إلى حدود طبيعية، كله في مسطرة مرسومة جغرافية مشقوقة هالمسطرة، حطين مسطرة وشقين وحده. لبنان الجبل الذي كان يسمى في التوراة بالجبل لبنان المتصرفية الممتدة من الجزين لبشري، تبي لبنان الجبل. شو يعني لبنان الجبل؟ هو عبارة عن سلسلة جبال لبنان الشرقية مع سلسلة جبال لبنان الغربية، وما بينهما وادي البقاع الذي هو على ارتفاع 800 و900 متر. هالوحدة الجبلية هو لبنان الجبل. وحده لبنان بتطلع بتلاقي الشام ومن بعد الصحراء. لذلك هذا اللبنان بحدوده هو وحدة، دولة واحدة موحدة ذات طبيعة وكيان ومعنى جغرافي ما ذكره في التوراة واللي حكي عنه المتنبي بقصيدته المشهورة اللي بيقول فيها: وعقاب لبنان وكيف لي بقطعها، وهو الشتاء وصيفهن شتاء. لذلك هذا الموضوع، هذا اللبنان الذي أرادته البطريركية المارونية عام 1920 بالتحديد، هذا اللبنان بالتحديد. اليوم ماذا تغير في هذا اللبنان لتتحرك البطريركية المارونية مجددا وترفع الصوت؟ لا، تغيرت الثقافة والمفاهيم، نظام القيم. البلد أولا في مسألة المساواة، مسألة الحرية، مسألة العدالة، مسألة الثقافة الدستورية والالتزام بنصوص الدستور، الإسقاط ثقافة الاستقواء، استقطاب ثقافة الشراهة بوضع اليد على حقوق الآخرين بكل الاتجاهات. لذلك هناك هزهزة في ظل أوضاع بالمنطقة مهزوزة كلها، وفي ظل أوضاع أنه المنطقة عم تشهد إعادة انتاج كمنطقة نظام كمنطقة جديد. ولكن كلبنان دولة الرئيس اليوم موضوع التناتش، موضوع أخذ الحصص، يعني إذا بدنا نفوت أداء بهذه النقطة. صحيح. النقطة اللي عم تقول عنها حضرتك واللي هي إحساس فريق بأنه صلاحياته أو ما لديه يسحب منه. طب ما هيدا مش جديد على المسيحيين في لبنان منذ الطائف وحتى اليوم، لطالما حتى البطريركية المارونية نادت بغبن يلحق بهذا الطائفة، كان دايما يقال أن المسيحيين غير ممثلين. لماذا اليوم لتتحرك؟ يعني ليش اليوم؟ لا، هو السؤال أنه ليش اليوم؟ التحرك اليوم بالمنطقة في شيء جديد، بس بلبنان ما في شيء جديد. كله مرتبط ببعضه.
التحرك مالك كان على طول كانت الصرخة قايمة، وإبان الحقبة السورية مثل ما بتعرف اعتبروا أنه الأولوية هي لإخراج الجيش السوري من لبنان، وتمت المراهنة على أن اللبنانيين سيستفيدون من المراحل. تبين أن الأمراض التي كانوا يعنون أو ينوؤون تحتها بظل العجود السوري هي جزء من المرض الذي أصاب اللبناني في تصرفه مع شقيقه ومع شريكه في البلد. منذ متى أصيب اللبناني؟ 2005 بينت بشكل واضح. فعليا هي المشكلة تلاحظ أنه بالجمهورية الأولى وقت وقفوا اللبنانيين طبعا وأنا كمواطن كنت منهم ضد نظام ما سمي في المارونية السياسية. بدي أسألك على النقطة طبعاً. في مرحلة من المراحل كانت المارونية السياسية هي من تحكم البلد، وبالتالي كان باقي الأفريقاء عم بيحسوا بغبة. لا مش باقي الأفريقاء، وقفوا المسيحيين مع باقي الأفريقاء. صحيح، أنا عم بحكي كموارنة، أنا مش عم بحكي كمسيحيين. كان في كم من المسيحيين لا يستهان به في الجامعات بين المثقفين بين الأدباء، وقفوا بعملية لا يجوز، مع أنه حجم الاستباحة الدستورية من قبل هذا النظام للدستور أقل بكثير مما يستباح الآن. أقل بكثير، يعني اليوم في ندم عند شريحة كبيرة خصوصا من المسيحيين اللي وقفوا يقولوا لا للنظام الماروني السياسي، لأنه الأسباب الموجبة التي أملت الوقوف ضد هذا النظام للمارونية السياسية لا تقاس بما يحصل اليوم بهذا الإسفاف في التصرف على مستوى استباحة الحقوق الدستورية للأقارب. ما في شيء اسمه أخلاق دستورية. البلد تحول إلى كيانات مذهبية بامتياز، كل كيان له حدوده، له أعلامه، له إعلامه، له ماليته، له مؤسساته، له ثقافته، له طقوسه، له علاقاته بالخارج وعلاقة الخارج فيه. لذلك لابد من صرخ، لأنه نحن متمسكين بوحدة لبنان. وبس نقول هالكلام ما نقوله أستاذ مالك من زاوية أدبية، مسألة وحدة البلدان اليوم مطروحة عن نقاش. هاي العراق، هاي سوريا، هاي دي المنطقة في صراع عليها، صراع حقيقي. فيجب أن لا يبلغ سكينك عظمي لكي أصرخ وأختار بين السيء والأسوأ. مش لازم ننطر لنوصل لهالمرحلة. دع حد لهذا الصلف في التصرف وقول انه في دستور ارتضيناه، وانا كنت من المواطنين اللي مع هذا الدستور اللي هو دستور الطائف بالتحديد، احترم هذا الدستور، احترم مضمونه. فكانت صرخة البطركية خصوصا في الشك الذي يتعلق باستفاضة اللي هي بتتعلق بمسألة الصيغة، بتتعلق بمسألة العيش المشترك، بتتعلق بمسألة وحدة اللبنانيين، بتتعلق بمسألة مقاربة المسألة الدستورية، مقاربة تفصيلية انطلاقا مما يحصل اليوم بموضوع الحكومة ورئاسة الجمهورية. رح أصل لهم، بس بداية بهذه المقاربة، مقاربة موضوع الصيغة والعيش المشترك. اليوم أين تضرب الصيغة، أين يضرب العيش المشترك قبل ما أوصل لموضوع الحكومة والصلاحيات ورئاسة الجمهورية؟ وقت لازم تعرف شغلي أستاذ مالك، وأنت بالعمر أصغر منا بكتير، المسيحيين والموارنة بالتحديد عندما ارتضوا هذه الفكرة اللبنانية ناضلوا من أجلها، كانوا يعتبروا أنه هذا البلد لهم دور فيه، وجود مرتبط بدور، مش ضروري تقتلهم لينشحطوا. عندما يفتقدوا الدور بيشعروا أنه ما أصبح لا معنى لوجودهم بلبنان، وجود مميز عن وجود في المنطقة في سوريا. بس اليوم مين عم يمس هذا الدور؟ حدث ولا حرج، بكل يوم في ممارسات ضد هذا الدور، كما ولو أنه لا يوجد تفكير إلا كيفية الاعتداء على هذا الدور والحقوق الدستورية. وهذا موضوع على نصطفى عندنا موضوع الحكومة ورئاسة الجمهورية، هذا موضوع آني. بس أنا وقبله بشكل عام أين تستبعد شغلة بسيطة، أنه كلمة وحدة المناصفة الفعلية
خلص انتهى الموضوع. المادة 24 بالدستور لا بدي احكي لك عن حق صلاحيات رئيس الجمهورية بالتفاوض وبالمادة 58 و53 و69 وكلها الصلاحيات كله ما بدي. مين عم بعرقل هيدا الشيء؟ مين عم بقيد هيدا الشيء؟ مين عم يمنع هيدا الشيء؟ لا ولا أي... شو هي قصة؟ شو قصة يضرب مندي؟ لا هي مش من ايدك تدل الارض الميت خي الميت مين؟ واضح القوى السياسية مين اليوم في قرار بتكبيل المسيحيين بهذا طبعا لا نستطيع أن نخرج. انتبه شو بدي أقول لك. انتبه خلي تكون هاي القصة واضحة للجميع. يعني من يكبل اليوم؟ مين عم يتخذ هذا القرار بتكبيل المسيحيين؟ لا 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 مش كاسبر مش كاسبر أكيد مش كاسبر. مين؟ القوى السياسية المعنية بالساحة اللبنانية معروفين ما في مين. بارح انطرح قانون انتخابات صرخوا المسيحيين قالوا لك شرف اعطينا قانون يلحظ المناصفة الفعلية. انت ما بيكفي تقوم تقول انا بسطت بوثيقة بكركي يا اهلا انا مع بكركي بوثيقتها وتبيع حكي وبس تجي على التفصيل يقول لك بدي المناصفة الفعلية التي لايك النص كيف ورد ببكركي سمع سمع النص الشراكة المبنية على المناصفة الفعلية كما وردت في المادة 24 التي تمنع من ان تقوم طائفة بفرض نوابة طائفة اخرى بقوة التكتلات المذهبية الكبرى. التزم بهاي وبعدها بصير بنقشك بكل أوليك. خلاص انتهى الموضوع. هيدا بيت الأصيل. مصدر السلطات هي الدستور والدستور والصلاحيات والمؤسسات هو قانون الانتخاب. التزم بهاي. هذا المنطق هو الذي نلاحظه أيضا في تأليف الوزارات. هو الذي سنلاحظه رح أوصل له بموضوع الحكومة ورئاسة الجمهورية. ترك لك إياها. نلاحظه في تأليف انتاج الرؤساء. هذا هو المنطق كله سوا. لذلك هذا موضوع اصبح غير قابل للجدل والذي يراهن بينه وبين نفسه كائنا من كان عددا او قوة انه هاي قصة بدها تتاخذ بالخلط هذا غير وارد. وإلا لا معنى للعيش المشترك لا معنى للصيغة لا معنى لوحدة البلد لا معنى للمسألة الميثاقية بربتها. أنا شو أبتعطيني أبعطيك شبوبيتي أنا بالمسألة الميثاقية أنا أم بعطيك حقوق متساوية بدك توقف معي مثل ما وقفت معك وحول لبنان لرسالة لألعب دوري أنا بلبنان على مستوى العالم كجسر بين الشرق والغرب. منذ 1990 او 92 لنقول بدايه تاسيس او بدايه انطلاقه عمل مؤسسات الدوله بعد الطائف من التسعين لم تعمل يعني نوعا ما نوعا لا لا احدد لك المرحله بخبره كامله هيدي لم تعمل مؤسسات الدوله هيدي فقط إعادة تكوين وحدة البلد. طب منذ إعادة تكوين وحدة البلد لنتفق على المصطلح منذ إعادة تكوين وحدة البلد وحتى اليوم عم بتقول حضرتك مضروبة على الأقل هذه المناصفة الحقيقية فلننطلق بها لنؤسس هذا البلد طبعا. اليوم من انطلاقة عمل مؤسسات الدولة حتى اليوم ليش ما عم نرجع ننطلق فيها انطلاقا من قانون انتخابات؟ ليش ما عم نكون قانون انتخابات من 92 ل 96 لل 2000 لل 2005 لل 2009 لل 2013 التمديد معروفة هذه اصبحت واضحة شراهة الاخر بان يبقيك مستولدا مهمشا مستتبعا مستولدا بك لا مش سكتين كيف سكتين اذا كانوا حريصين انه عطوا اولوية بالاول لاخراج الجيش السوري عطوا الثاني بعدين بعدين عطوا اولويه اجت حرب اسرائيل على لبنان واجت نتائجها 2008 لليوم 2009 بلشت هيدي المعركه صار عمرها 2000 هذا الكلام عمره 4 سنين 5 سنين اليوم ليه ما قدرنا نعمل شيء ليه ما نجحنا لان الاطراف الاخرى حتى تاريخه لا تزال تتمترس بمنطق لا علاقة له بمنطق الصيغة. إيه بس اليوم ما بقى فينا نقول إنه المسيحية مش ممثلين مثل قبل يعني لا لا كان لا يتذرع لا لا لا. بالسابق لا. اليوم الجنرال عون عنده أكبر كتلة. إيه عبدو كيف أبي تم التعاطي مش 64 تكي. إيه بس عنده أكبر كتلة اليوم الجنرال عون من فمك أدينك يا مالك مش يا إسرائيل فضل. أنا فشرت تكون مالك تفضل يعني. هذه حال جيد أنت قلت هو يمثل أكبر كتلة مسيحية صحيح كيف يتم وتاني التعاطي؟ أكبر كتلة بالمجلس النواب أحسن إيه؟ كيف أبي يتم التعاطي؟ يتم الاتفاق على أسلوب
انتاج حكومات دون الاستشارة. شرف تعا ارضاخ تقي تقي وقف الحكومة وين وقفت نتيجة شو؟ خلاف آخر مش لا بس خلاف مش بس خلاف آخر نتيجة رفض هذا التمثيل للأكثرية العددية المسيحية لهذا المكون بأن يرضخ لهذه الإرادة. بس شو بغض النظر عن صفت القصة مجلس النواب صفت القصة وين في مجلس النواب؟ قانون انتخاب ليه ما وصلنا لقانون انتخاب؟ لا واضحة ليه؟ واضحة القصة ليه ما نبلش بمعركة وما نوصل لآخر؟ لا صار ورح ترجع لها رح ترجع رجعت لك المعركة رجعة ليه ما بنكملها؟ لأنه هي مش بس المعركة الوحيدة. بتحكي هلأ صرت تكتيك أنا عم بحكيك استراتيجية بل خلينا نقرر المبادئ بعدين منفوت أنا متفقين انتاج. معك على أنه ضرورة إنتاج قانون انتخاب خلص. يضع التمثيل الصحيح على الخط أسارع إلى القول أنه أي زعيم مسيحي يقف ضد منطق المناصفة الفعلية واجب بكركي بعصر الرعاية الذي تملك أن تدل إياه بالبنان وتعتبره خارجا من هيكل الوجود المسيحي بلبنان خائنا للمسيحيين لبنان متآمرا على المسيحيين هلأ بالوثيقة واضحة كركي عم تحكي عن المواصفة مش أي زعيم مسيحي وأنا لا أستفتي أحد على الإطلاق يقف ضد هذه الحقيقة حقيقة يجب أن يتهم بالتآمر على المسيحيين بلبنان وقالت بكركي بدأ قانون انتخاب علنا على رؤوس طيب بس هذا القانون لماذا لم نصل إلى نتيجة للواصل أنت بتعرف اللي صار اللي صار انه قدرنا وصلنا بهذا القانون للارثوذكسي طبعا اعطيني بديل انا معك انا مش متمسك بالارثوذكسي اعطيني بديل يحقق المناصفة الفعلية لقلك انا معك اما تبيعني حكي وتعمل قصة تنام من ايدك تتم الارض النايب خيل ميت وتشتغل لي كشدين شو بدك فيها اعطيني قانون يلحظ المناصفة الفعلية غير الارثوذكسي لحتى قلك انا معك وماشي وقبل الارثوذكسي نحن منا متمسكين ما في شيء اسمه شيء منزل النسبية بدائرة واحدة لا يمثل المناصفة كله قابل للدرس كله قابل للدرس ولكن المطلوب المناصفة الفعلية من هلأ لحتى تلغي الطائفية السياسية صحيح. وفقا لما نصت عليه المادة 95 من الدستور اللي انت كنت مؤسسينه طبعا هذه المرحلة هذه مرحلة طوائفية النظام بامتياز طيب منعززها نحن ما فكش ما تعززاش بدك تنتج الممثلين الحقيقيين للطوائف ليقدروا ياخذوا قرار الغاء الطائفية السياسية يا استاذ مالك عم بحكيك عن تجربة ما انا هاي بدي اسال هاي التجربة كيف ممكن نعزز طائفية بقانون مناصفة حقيقي يعني مشابه للارثوذكسي مش عم اقول هو او اي قانون اخر بطريق لالغاء الطائفية السياسية لا لك وليد بيك جنبلاط دولة الرئيس نبيه بري حزب الله دولة الرئيس سعد الحريري لأنهم يعتبروا ممثلين حقيقيين وبيملكوا مقومات هذا التمثيل مش بس أنت الممثل الحقيقي العماد ميشيل عون ممثل حقيقي بس من أصل 64 نائب مسيحي في 32 نائب مسيحي بيمثلوا المسيحيين باقي مستولدين بكنف الكيانات الأخرى وقرارهم في غير في مكان مش بنسكي العباد هاي الحقيقة ليش؟ لك يا خيي ليش تطلع هذه قصة معروفة مش ما عادتش قابلة للنقاش ما هي مسلمة ما هي مالك مسلمة يعني أبديش تذكر إيه أنا معك لا بس أنا رح أنا رح فوت بمقاعد إنه إذا بتقلي المقعد الماروني بطرابلس بقلك إيه مثلا محيط جيب حدث ولا حدث بس مقاعد بشري لا 32 من أصل 64 طبعا مقاعد بشري لا ما ليش اعتبر تبني مقاعد الكورة لا استاذ مالك ليش تبر تبني قانون الستين بالدوحة على أنقاض قانون الألفين كان تحسين لظروف التمثيل من السبتعشر نايب قانون الألفين بينتج سبتعشر نايب من سبتعشر لاثنين وثلاثين في 32 نائب ناقصين ردوا الأمانات إلى أصحابها ردوها للمسيحيين ردوها بقانون عادل أدوا الأمانات إلى أصحابها بقانون عادل والاحترام كل الطوائف وخصوصياتها أنت ما فيك تأكد على خصوصية طائفة وتلغي خصوصية الطوائف الأخرى نحن نشعر بفرح عظيم عندما يكون ممثل للطائف السنية الكريم الشيخ سعد الحريري دولة الرئيس أبيمثل طائفته أو بينطق باسمه وإيده متلانه نحن نشعر بفرح عظيم والدولة الرئيس نبي بري يستطيع أن يدعي وهو كذلك بأنه يمثل الطائفة الشيعية سميه زعيم بتاريخ الطائفة الشيعية استطاع أو تجرأ أن يقدم موقع وزاري لرئيس وزراء سني
معامل الرئيس لكي يكسب نعمة الانتماء إلى البركة، بركة الزعامة الحقيقية والشرعية للسنة، أعطاه الزيادي مركز يعني، ولا قدمت ولا أخرت. على كل حال بطرابلس ما قدم التمثيل، ما قدمت وما أخرت، وأنت بتعرف الحقيقة. نحكي على الموضوع. لذلك هذا الموضوع بده يشمل كل الطوائف. أستاذ مالي ما حدا يعذب حاله أبدا. إذن وثيقة بكركي، احترام الطوائف لبعض البعض، أنا أشعر بفرح عظيم. بس تقول لي إنه تقول لي وليد باك جملاط عم يمثل الطائفة الدرزية، بقول لك إيه نعم، بامتياز مؤسس الإمارة. أنا ما به، ولكن